أسعدتم أوقاتا. كيف يمكنك معرفة المراكز التي توفر لقاح فيروس كورونا أو COVID-19 في مدينة وينيبيغ أو مانيتوبا؟ يمكنكم الذهاب إلى الرابط الموجود في أسفل الشاشة، ومن خلال هذا الرابط ستتعرفون على جميع المراكز في مدينة وينيبيغ أو مانيتوبا التي توفر لقاح فيروس COVID-19 أو كورونا. إذا احتجتم إلى المزيد من المساعدة يمكنكم الاتصال مع ساندرا سيكورا، سيظهر إيميلها في أسفل الشاشة، وهي تعمل في منظمة موزايك، وهي قائدة فريق اللقاح COVID-19 في منظمة موزايك. هي تستطيع أن تساعدكم وتقدم الخدمات لأجلكم في معرفة المراكز، مراكز لقاح القريبة من مناطق سكنكم. هذه المراكز، يوجد بعض المراكز التي توفر اللقاح بدون أخذ موعد مسبق. حكومة مقاطعة مانيتوبا تشجع كافة المواطنين على أخذ اللقاح. كل شخص عمره يتجاوز 12 عاما يستطيع أخذ اللقاح. اللقاح عبارة عن جرعتين، يجب أن يكون هناك فاصل زمني بين الجرعة الأولى والثانية لمدة لا تقل عن 28 يوما، 28 يوما بين الجرعة الأولى والثانية. في الحال ذهابكم لأخذ اللقاح ينبغي عليكم ملء استمارة أو ورقة تملؤون فيها بعض المعلومات الشخصية. يمكنكم الحصول على هذه الاستمارة قبل الذهاب إلى المركز أو أثناء تواجدكم في المركز. بعد أخذكم للقاح تستطيعون المطالبة ببطاقة اللقاح. كل شخص لديه بطاقة صحة في مقاطعة مانيتوبا، بطاقة صحة مقاطعة مانيتوبا، يمكنه أخذ بطاقة لقاح. وكل شخص لديه رقم صحة ولا يملك أي بطاقة صحة يمكنه الحصول على إشعار أو على ورقة تثبت بأنه قد أخذ لقاح فيروس كورونا. كل شخص لا يملك أي رقم صحة أو بطاقة صحة في مقاطعة مانيتوبا في الوقت الحالي لا يستطيع أن يأخذ إشعاراً يثبت بأنه قد تلقى لقاح فيروس كورونا، ولكن في المستقبل ربما يتغير هذا الشيء ويستطيع أن يأخذ هذا الإشعار. هناك بعض المعلومات المغلوطة أو الخاطئة حول لقاح فيروس كورونا. هنا في مقاطعة مانيتوبا الحكومة تثبت تقول أو تدعي بأن هذه المعلومات خاطئة ومغلوطة وغير صحيحة. أحد هذه المعلومات هي التي تقول أن الذي يتلقى لقاح الفيروس سوف لن يستطيع الإنجاب فيما بعد. حتى الآن لم يثبت هذا الشيء، والكثير من تلقوا اللقاح قد أنجبوا بعد أخذهم للقاح COVID-19. هناك أمر آخر، يقال أنه من يتلقى اللقاح أو من يتلقى جرعة لقاح فإن الحمض النووي لديه سيتغير أو الDNA. اللقاح هو يوجد فيه RNA، وهذا الRNA لا يغير الحمض النووي للإنسان أو لا يتدخل في تركيب الحمض النووي للإنسان. هناك معلومة أخرى، يقول البعض أن من يتلقى اللقاح وعند إجرائه لاختبار فيروس كورونا فإنه ستكون نتيجة الاختبار أنه مصاب بفيروس كورونا أو أنها إيجابية. هذا شيء خاطئ وغير صحيح، الحكومة تقول هذا شيء غير صحيح. كل ما هنالك أنك ستحصل إذا عملت أو أجريت اختبارا للأجسام المضادة فسوف تحصل على نتيجة إيجابية للأجسام المضادة عفوا، والتي تدل أنك محصن ضد فيروس كورونا. هناك بعض المعلومات التي تقول أن اللقاح يحتوي على مواد كيميائية أو مواد ضارة. هذا الأمر غير صحيح. اللقاح
عبارة عن ماء وبعض الأملاح وبعض السكريات والدهون، ولا يحتوي أي أجهزة أو أي مواد كيميائية أخرى. هناك معلومة أخرى، البعض يقول أنني قد أصبت بفيروس كورونا ولا أحتاج إلى التطعيم أو إلى أخذ اللقاح مرة أخرى. حتى الآن لم يثبت علميا أنه من أصيب بفيروس كورونا أنه لن يصاب في المستقبل بهذا الفيروس مرة أخرى. لذلك حكومة مقاطعة مانيتوبا تشجع كافة المواطنين وحتى الذين أصيبوا بفيروس كورونا من قبل أن يتلقوا اللقاح مرة أخرى. هناك أمر آخر، يقال من يتلقى لقاح فيروس كورونا سوف يصاب بالمرض، سوف يمرض. الحكومة تقول هذا شيء غير صحيح. الأمر، كل ما في الأمر أنك عندما تتلقى اللقاح فإن جسم الإنسان يقوم ببناء الأجسام المضادة التي تقاوم المرض، وفي هذه الحالة فإنك ربما تصاب ببعض الآلام أو بعض ارتفاع الحرارة، والتي تعني أنك جسمك يقوم ببناء المواد الأجسام المضادة، وهذا شيء صحي. بعد أخذك للقاح بفترة أسبوعين تكون محصنا بشكل كامل. نتمنى لكم الصحة والسلامة وطابت أوقاتكم. شكرا لكم.